الكل حامل سلاح ضدي. مين ضدي؟ أني ضدك أنت، ضد ابني، ضد أبي، ضد مين؟ فنحن أخوة ونحن أهل ونحن كذا. صوتي هذا أوجهه للقيادة السياسية، لا كل الناس الحكماء، للعقلاء، ينقذوا البلد. لماذا بس عدن؟ أني أقولها بكلية، لماذا عدن؟ هذه حضنة الكل. أنا في فترة من الفترات تربيت في حي كان يعيشوا يهود، ما حستش أبدا باختلاف، لا ثقافة ولا شيء ولا. اليوم ونحن أخوة ونحن أهل ونحن من جنس واحد، نتناحر نتقاتل لماذا؟ هذا هم فقط. نزلتي هذه تعبر عن رأيي الشخصي، هذا رأيي الشخصي ولا في عندي أي دافع. سلاح، الكل حامل سلاح ضدي. مين ضدي؟ أني ضدك أنت، ضد ابني، ضد أبي، ضد مين؟ فنحن أخوة ونحن أهل ونحن كذا. صوتي هذا أوجهه للقيادة السياسية، لا كل الناس الحكماء، للعقلاء، ينقذوا البلد. لماذا بس عدن؟ أني أقولها بكلية، لماذا عدن؟ هذه حضنة الكل. أنا في فترة من الفترات تربيت في حي كان يعيشوا يهود، ما حستش أبدا باختلاف، لا ثقافة ولا شيء ولا. اليوم ونحن أخوة ونحن أهل ونحن من جنس واحد، نتناحر نتقاتل لماذا؟ هذا هم فقط. نزلتي هذه تعبر عن رأيي الشخصي، هذا رأيي الشخصي ولا في عندي أي دافع.